السلام عليكم. الدورة دي إن شاء الله هنتكلم فيها على السيكوال. يعني إيه السيكوال؟ دلوقتي إحنا عندنا داتابيز. طب يعني إيه داتابيز؟ الداتابيز دي عبارة عن فورم فيها داتا بشكل منظم. طيب هل الداتابيز هي اللي بتعمل كرييت للريكورد جديد؟ هل هي بتريتيف حاجة؟ هل هي بتديليت؟ هل هي بتنسيت؟ مفيش أي كلام من ده. السيكوال هي لغة الكوميونيكيشن مع الداتابيز، هي اللي بتقدر نعمل من خلالها الكرييت، الابديت، الديليت، وبنقدر نعمل ريتريف للداتا. فده السيكوال ستراكشرد كويري لانجويج. فاحنا هندي امثله بسيطه كده على ستيتمنت موجوده وهحطلكوا الفايل ده تحت الفيديو. اول حاجه خالص بقول له المثال ده سيلكت هالو وورلد، هيجيب لي تحت هنا ايه هالو وورلد. بس جاب لي كده بين سنجل كوتيشن عشان انا حاطه سنجل كوتيشن. طيب لو انا حطها بين دبل كوتيشن هيجيبها لي بين دبل كوتيشن. طيب انا عايزه اريتريف القيمه دي بس بطريقه معينه، از مثلا اقول له greeting واقول له go، تلاقي هنا عندي greeting. طيب ليه هنا انا حطيتها بالدبل كوتيشن؟ هل ينفع احطها بالسنجل كوتيشن؟ اه ينفع احطها بالسنجل كوتيشن وهتدي نفس القيمه، هتدي نفس القيمه. طيب ليه انا بالدبل كوتيشن؟ الستاندرد لازم احطها بين دبل كوتيشن، ده الستاندرد، ده المتعارف عليه ان انا بحط اس بعدين الحاجة اللي انا عايزاها بين اتنين دبل كوتيشن. طيب بالنسبة للسترينج، انا عايز مثلا اجيب داتا موجودة عندي في تيبل في الداتابيز، اقول له ايه القيمة اللي هتيجي سواء كانت سترينج سواء كانت تكست ايا كان، بحطها بين دبل كوت، بحطها بين دبل كوت. لكن الحاجة اللي انا عايز اعرضها بشكل فورم او بشكل فيو بالمنظر ده، حاجة ماهيش جاية من الداتابيز، حاجة انا اللي حطاها، احطها بين دبل كوتيشن. دي نقطة، دي اول حاجة. تاني مثال عندنا بقول له select كل الداتا، طبعا انا بشتغل على الداتابيز اسمها world، بقول له go، هيجيب لي كل الداتا اللي موجودة عندي في جدول الكونتري، select كل الداتا from الكونتري مرتبين ترتيبا ابجديا alphabetical order بواسطة النيم. تمام. طيب انا عايزه، مش عايزاهم مرتبين، هينفع؟ اه طبعا هينفع. في الحالة دي جايب الـ A بعدها N يعني مش مرتبين، يبقى order by لو انا عايزه اجيب الداتا بطريقة مرتبة ترتيبا ابجديا. طيب عايز اجيب الستيتمنت دي، هاتلي النيم وهاتلي اللايف، هاتلي النيم ده وهاتلي فين اللايف، اللايف ده من جدول الكونتري بناء على نيم مرتبا ترتيبا ابجديا، جو نيم ولايف. جميل جدا. طيب هاتلي القيمه دي، كنترول سي كنترول في، هاتلي النيم، هاتلي اللايف، النيم واللايف، از اللايف ده انا عايزاك تعرضهولي بالطريقة دي from الكونتري من جدول الكونتري بناء على نيم مرتبا ترتيبا ابجديا، go live. طيب عايز اغيره live بس، go live بس. تمام. يفضل وانت بتيجي تعمل بعد كلمة as عايز شكل معين يطلع لك زي ده تحطه بين دبل كوتيشن، لكن النيم واللايف ده ممكن احطه بين سنجل كوتيشن. الداتا اللي هتجيبها من الداتابيز نحطها بين سنجل كوتيشن، والداتا اللي احنا عايزين هتظهر في الشاشة بالمنظر ده يعني اللايف والنيم ده نحطها بين دبل كوتيشن. ده الستاندرد المتعارف عليه والمبرمجين شغالين بيه في العالم. بس كده.
نكمل ان شاء الله السيلكت ستيتمنت في الدرس اللي جاي.